هنروح بقى لموضوع تاني خالص، يعني نميمة سريعة كده. هو في طبعا كلكم عارفين بلوجر اسمها رهف الشامي، القصة اتعرفت الفترة اللي فاتت ان هي خطفت جوز صاحبتها اللي اسمها سلمى. طبعا الناس اتكلمت في الموضوع كتير، وكل واحد بقى يقول رأيه، وكل واحد بطريقته، وفي ناس تحكم على رهف، وناس تحكم على سلمى هي السبب، وناس تحكم على الشاب سامح تقريبا مظبوط. ان هو السبب. فكلام كتير اتحكى، بس بشكل عام دي القصة اللي كانت موجودة. وهل احنا عايزين نعرف هل في حاجة اسمها فعلا ان واحده تاخد واحد من مراته؟ من وجهة نظري يعني، ايه رأيك؟ من وجهة نظري مفيش حاجة اسمها كده. أنا بشوف إن مفيش راجل بيتخطف، مفيش راجل بيتخطف. مش بمعنى بيبي، إيه؟ مش طفل. بالظبط، أنت فعلا مش طفل، لأن أنا وعلا كنا بنتكلم في الموضوع ده وإحنا في أوضة الميك اب لسه، بتقولي أنا بالنسبة لي الطفل بس هو اللي بيتخطف. حتى مفيش، بقوش يتخطفوا دلوقتي يا بالظبط، فرح، مفيش بقوا راجل قوارب والله. كبير ينفع إنه يتخطف أبدا. فبوجهة نظري أي راجل بيسيب بيته وبيروح لست تانية، أو سواء بقى بيتجوز أو بيروح بطريقة غير شرعية، فده بيبقى بمزاجه. بس خلينا برضو نرجع لموضوع رهف، ان كمان سلمى، يعني سلمى قالت على السوشيال ميديا، سلمى دي اللي هي مرات سامح الاولانيه، قالت ان هي اتفاجئت جدا ان رهف وجوزها بيربطهم علاقه عاطفيه بقالهم فتره، وان رهف طلبت من جوزها سامح انه يطلق سلمى علشان توافق على الخطوبه. وبالفعل هو كان حصل طلاق من سامح لسلمى في شهر اغسطس اللي فات، وراح بعد كده وخطف وراح بعد كده وخطب رهف. هي اللي بتخطف، مفيش حد بيتخطف، الست هي اللي بتخطف مش الراجل. وقالوا كمان ان هم حذفوا سلمى من عندهم علشان ما تشوفش الصور. خلينا متفقين يا جماعه ان السوشيال ميديا كل حد فيها بيحكي القصه زي ما هو عايز يعولها، يعني ما احنا برضو ما نحبش ان احنا نيجي على اي بنت في الاول وفي الاخر، لان اللي بيبقى يعني الوحيد اللي عالم الحقيقه هو ربنا اكيد. ده حقيقي. والحقيقه كمان ان سلمى مش هي بس اللي اتصدمت طبعا من مفاجاه الصور الخطوبه والحاجات دي والقصص اللي اتحكت واتسمعت، لا كمان انه الكل اتصدم، كل الناس اتصدمت، وكل واحد بيقول وجهه نظره زي ما قلنا. بس عموما من كتر ما الهجوم كان قوي على سلمى وسامح، هم قرروا هم يطلعوا ويحكوا للناس القصه الحقيقيه، وقالوا كلام مختلف تماما. عموما يا جماعه احنا هنا، انا كعلا، انا وفرح، احنا كبرنامج، احنا كمجتمع طبعا بنساند الست. الله اعلم الظروف كانت ايه، فمحدش عارف يا جماعه القصه ايه، العلم وحده عند ربنا. بس في اكيد الستات بتضطر لظروف، وممكن تكون مش سلمى السبب ولا رهف السبب. واحنا كمان حاولنا ان احنا نتواصل مع رهف عشان نعرف الحقيقه وكده، بس هم كمان عملوا فيديو يا علا وقالوا ايه الحقيقه كلها علشان يقدروا يتواصلوا مع الناس، لان الهجوم عليهم كان كبير جدا جدا جدا. وطبعا احنا عارفين السوشيال ميديا ما بتصدق تلاقي حاجه، فكانت كومنتس فظيعه. وفي الاول وفي الاخر برضو هي بنت، سواء سلمى سواء رهف سواء انا سواء علا سواء اي بنت دلوقتي بتتفرج علينا، ما نحبش ابدا ان هي تبقى محطوطه لا في موقف سلمى ولا في موقف رهف، انها بالظبط انها واحده برضو تبقى يعني تبقى خسرانه بيتها، والتانية تبقى هجوم فظيع عليها واحنا مش عارفين الحقيقة اذا فعلا هي كانت صاحبة سلمى ولا مش صاحبة سلمى. ورهف بتقول ان هي كمان مش صاحبة سلمى. فهنا ما نقدرش نحكم على حد ونبقى قاسيين قوي كده، وكل واحد اضرب ظروفه، ومش اول واحدة تتطلق تتجوز وتتطلق يا علا كمان. بس عارفة يا فرح، هي دي بشكل عام بعيد عن القصة دي عيوب السوشيال ميديا يا جماعة، زي ما هي بتسلينا زي ما هي بتخلي كل واحد قاعد هو قاضي ومحامي وبيطلع احكام صح. ومستشار وبيقعد يحكم حاطط رجل على رجل، محدش عارف ظروف من ورا الشاشه، من ورا الشاشه. بالظبط بالظبط. وهتلاقي دايما الناس مش بنتقد في الناس، بس دي طبيعه بشريه، واحنا بالذات العرب بنحب بالذات القصص اللي زي كده، واحد ساب واحده النميمه ايوه. بس احنا كمان عايزين حضراتكم تشاركونا وتقولوا لنا هل الراجل بيروح بمزاجه العلاقه لا علاقه ثانيه، ومفيش حاجه اسمها خطافه رجاله، ولا في حاجه اسمها خطافه رجاله والراجل يا حرام غلبان. هنستنى نسمع رايكم في الموضوع ده، بس ده يعولها هنعمل حلقه ليه مخصوص. بس يعني ممكن ده اقول تعليق هموت، مش قادره اقول موجود بس هقوله. هي ست تقريبا بتجيب له شوكولاته وبتضحك ليه وتقول له تعالى معايا يا جماعه العيال بس حرام. اللي بتتخطف، وكمان ما بقوش يتخطفوا، ده انا ابني ادم وعنده 4 سنين، مره صاحبتي بتقول له تعالى يا ادم اوصلك، راح قايل لها ما ردش. فاهمه ازاي؟